أكرم بل أعظم بحديث يروى عنهن. لا نجم لا قمر لا شيء يدنو منهن، لا قلب يشبههن، إن نطق الطهر فهن في بيت الوحي بأنوار للأمة كن الأمة. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل العسير إذا شئت سهلا. رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، أصلح لنا شأننا كله. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكتك المقربين. يا من خيركن الله بين جمال وزهو الدنيا. مع الدرس 16 من دروس نساء آل البيت، والآن سنعرف الزوجة 11 من نساء آل البيت، وهي سيدتنا ماريا بنت شمعون المصرية أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. سيدتنا ماريا بنت شمعون هي الزوجة 11 ترتيبا من زواج النبي صلى الله عليه وسلم. وسيدتنا ماريا بنت شمعون هي الوحيدة من بين زوجات النبي التي تزوجها النبي من خارج الجزيرة العربية. وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم 11 كلهن تزوجهن النبي من داخل الجزيرة العربية. فسيدتنا ماريا بنت شمعون هي من مصر ومن صعيد مصر. أبوها كان قبطيا وأمها كانت مسيحية. وسيدتنا ماريا لها أخت واحدة اسمها سيرين، وكانوا يعيشون في مصر. كانت سيدتنا ماريا هي وأختها جاريتان تعيشان بين جواري قصر المقوقس ملك مصر، وكانت لهما مكانة في قصر المقوقس، يعني كان لهما منزلة عظيمة. وفي سنة 7 هجرية صار رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل رسائل لقادة العالم يدعوهم إلى الإسلام، وأرسل النبي إلى القادة 14 رسالة يكتب فيها من محمد عبد الله ورسوله إلى المقوقس عظيم القبطي سلام على من اتبع الهدى. وهكذا جميع الرسائل كانت ترسل كل رسالة باسم ملكها. كان يوجد 14 ملكا من الملوك على الأرض، فأرسل النبي 14 رسالة مع 14 رسولا إلى 14 ملكا في يوم واحد. كان النبي يرسل الرسول مع الرسالة، والرسول الذي كان يرسله النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيد لغة الملك الذي يرسل إليه، وهكذا كل الملوك. هذا الرسول الذي كان يرسله النبي صلى الله عليه وسلم من أين تعلم هذه اللغات؟ الجواب على هذا، النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي علمهم هذه اللغات. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة لغات الملوك ولغات العالم. وكانت ملوك الأرض عندما يصل إليهم الرسول الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم مع الرسالة، فكانت الملوك عندما تراهم تهابهم بأن الرسول الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم مع الملوك في ضخامة وعزة وقوة إيمان. والنبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى المقوقس عظيم مصر رسولا معه رسالة، وهو سيدنا حاطب ابن أبي بلتعة. فعندما وصل حاطب ابن أبي بلتعة إلى مصر وإلى المقوقس ملك مصر، تكلم معه وعرض عليه الإسلام، وعرض عليه خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندما كان سيدنا حاطب
ابن أبي بلتعة يعرض الإسلام على المقوقص عظيم مصر. كانت سيدتنا ماريا وأختها سيرين واقفين تسمعان هذا الكلام. أما الرسالة التي أرسلها رسول الله صلى الله عليه وسلم للمقوقص ملك مصر هي: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى المقوقص عظيم القبطي، سلام على من اتبع الهدى. أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فعليك إثم القبطي. ثم أرسل النبي آية وهي: يا أهل الكتاب، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وعندما سمع المقوقص ملك مصر الرسالة فقال في نفسه: هذا الكلام ليس بكلام دنيا، لا، وهذا الكلام قوي جدا، وهذا الرسول الذي جاءني بالرسالة وجهه ينبئك عن أن أخلاقه هي كريمة. فهنا نظر المقوقص في الرسالة وقال: إني أعلم بأن نبي آخر الزمان قد جاء وقته، وكنت أظن أنه سيخرج من الشام كما خرج غيره من الأنبياء، ولكني أرى أنه خرج من عند العرب، وإني أصدقه، ولكني أخشى ألا يصدقني القبط. قال: وإني لا أترك ديني خشية من القبط. والقبط هو ملك أعلى من المقوقص، فخاف المقوقص إن أسلم بأن يأخذ القبط منه الملك، فأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم رسالة قال فيها: إني قد قرأت كتابك وفهمت ما فيه، وكنت أظن أن نبي آخر الزمان يخرج من جهة الشام، أما وإنني أراه خرج من جهة العرب، وإني أصدقك، لكني لا أستطيع أن أقول ذلك من أجل القبطي، وإني أرسل إليك يا رسول الله هدية هما جاريتان ولكنهما ليستا كالجواري. وأرسل مع الجاريتين هدايا وهي منسوجات من مصر، وأرسل له بغلة ليركب عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وأرسل بعض الهدايا. هنا سيدتنا ماريا تركت وطنها وبلدها فجأة، هي وأختها سيرين. وبينما كان سيدنا حاطب ابن أبي بلتعة راجعا إلى المدينة، نظر إلى وجه سيدتنا ماريا فرآها حزينة لأنها تركت بلدها، صار يتكلم معهما ليفرج همومهما، فقال لهما: أتدرين يا ماريا من مشى في هذا الطريق؟ قالت له: من؟ قال لها: مشت فيه امرأة من مصر، مشت فيه من آلاف السنين برفقة نبي. وصار يتكلم معها عن سيدتنا هاجر، وقال لهما: لقد كانت هاجر جارية مثلكما، وخرجت من مصر، فأكرمها الله بأن صارت زوجة نبي وأم نبي، وهو أبو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأكمل سيدنا حاطب ابن أبي بلتعة لها قصة سيدتنا هاجر مع سيدنا إبراهيم طيلة الطريق. فسيدتنا ماريا بعد أن سمعت هذه القصة منه شدت روحها للإسلام، وسيدنا حاطب ابن أبي بلتعة عرض عليها الإسلام، فأسلمت سيدتنا ماريا في الطريق. وصلت سيدتنا ماريا فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان سيدنا حاطب ابن أبي بلتعة قد تحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما جرى معه، وأعطاه الهدايا التي أرسلها له المقوقص، وأعطاه البغلة التي أرسلها المقوقص. وهذه البغلة كانت لها أهمية، وكان اسمها دندن. هنا دخلت سيدتنا ماريا على النبي عليه الصلاة والسلام فألقت عليه السلام وقالت له: السلام عليك يا رسول الله. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتقها ويتزوجها.
تزوج سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من سيدتنا ماريا لأنه كان يريد أن يناسب المصريين، فقال عليه الصلاة والسلام: إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط، فاستوصوا بأهلها خيرا، فإن لهم ذمة ورحما، فإذا رأيتم رجلين يقتتلان في موضع لبنة فاخرج منها. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقصد بكلامه أن رجال أهل مصر هم من معادن الرجال الأقوياء، والنبي عليه الصلاة والسلام كان أبوه سيدنا إبراهيم الذي تزوج سيدتنا هاجر المصرية، فسيدتنا ماريا كانت تشبه كثيرا سيدتنا هاجر. أولا، كانت سيدتنا ماريا جارية وسيدتنا هاجر جارية. ثانيا، تزوجت سيدتنا ماريا نبيا وسيدتنا هاجر تزوجت نبيا. ثالثا، أنجب منها سيدنا إسماعيل وكانت زوجته لم تنجب، وأيضا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قد أنجب من سيدتنا ماريا وكانت أزواجه لا تنجب. رابعا، وسيدتنا ماريا هي مصرية وسيدتنا هاجر مصرية، لذلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قد سمى ولده منها إبراهيم، لأن قصة أبيه إبراهيم كانت تشابه قصته، حيث قال عليه الصلاة والسلام: إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط، فاستوصوا بأهلها خيرا، فإن لهم ذمة ورحما، فإذا رأيتم رجلين يقتتلان في موضع لبنة فاخرج منها. أما النسب هي سيدتنا هاجر، وأما الصهر فهي سيدتنا ماريا. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قد زوج أختها سيدتنا سيرين لسيدنا حسان ابن ثابت، وأنجبت سيدتنا سيرين لسيدنا حسان ابن ثابت ولدا وسمته عبد الرحمن. تزوج النبي عليه الصلاة والسلام بسيدتنا ماريا، وكانت زوجات النبي عليه الصلاة والسلام كلهن يسكن بحجراتهن بجوار المسجد النبوي، وكانت حجرات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في صحراء، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يسكن زوجاته أمام بعضهن من أجل أن تكون حركته سهلة بالنسبة لهن، لأن أشغاله كانت كثيرة، فلذلك عندما كان يريد أن يسأل عنهن يسأل بسهولة لأنهن بجانب بعضهن. لم يرضى النبي عليه الصلاة والسلام أن يسكن سيدتنا ماريا بجانب زوجاته، لا، لأن المكان الذي كانت تسكن زوجاته فيه هو صحراء، وسيدتنا ماريا قد أتت من مصر، يعني أتت من مكان كله خضار وزرع إلى آخره، ولم تتعود أن تسكن في صحراء، فأسكنها النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة بمنطقة العوالي. فمنطقة العوالي هي منطقة ريفية تقع في المدينة. الآن سنعرف من أين أتى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا البيت الذي هو في العوالي. كان يوجد رجل يهودي اسمه مخيرق، فأسلم في غزوة أحد، وعدد اليهود الذين أسلموا في حياة النبي هم 9 أشخاص فقط، وعدد الذين أسلموا من الكفار آلاف، وعدد الذين أسلموا من النصارى آلاف، وعدد الذين أسلموا من الجن 11، ولكن الذين أسلموا من اليهود 9 أشخاص فقط، لذلك كان سيدنا مخيرق من 9 الذين أسلموا من اليهود. فسيدنا مخيرق عندما أسلم قال: يا معشر اليهود، أنتم تعلمون أنه هو نبي آخر الزمان، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله. يا معشر اليهود، وإني خارج معه أقاتل في سبيل الله، وأن كل أموالي سأضعها في يد رسول الله إن مت شهيدا. فمات مخيرق شهيدا، وكان قد أعطى للنبي كل ما يملك. فكان يملك مخيرق حديقة في المدينة في منطقة اسمها العوالي، فهنا أتى النبي عليه الصلاة والسلام بسيدتنا ماريا القبطية
وأسكنها في هذه الحديقة في العوالي. تزوج سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيدتنا ماريا بنت شمعون في السنة السابعة للهجرة، كما ذكرنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام قد تزوج 4 زوجات في سنة واحدة وهي السنة السابعة للهجرة، وهن: أولا تزوج سيدتنا صفية بعد غزوة خيبر مباشرة، عقد عليها في الطريق وبنى بها في طريق العودة في السنة السابعة للهجرة. ثانيا ثم بعد وصوله وبعد زواجه من سيدتنا صفية بأسبوعين أو 3 تزوج سيدتنا أم حبيبة وتزوجها في السنة السابعة للهجرة. ثالثا ثم بعدها تزوج سيدتنا ماريا بنت شمعون في السنة السابعة للهجرة. رابعا ثم تزوج في نفس السنة سيدتنا ميمونة بنت الحارث. كان سيدنا الشافعي يقول: من لم يتزوج مصرية مات أعذب. كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب أن يزور سيدتنا ماريا كثيرا، وكانت سيدتنا ماريا معها نطق جميل جدا في لسانها. وفي آخر سنة 8 هجرية حملت سيدتنا ماريا فكتمت حملها 3 أشهر وهي خائفة وتقول في نفسها: كل زوجات النبي لم تحمل إلا أنا. فعندما علم النبي صلى الله عليه وسلم بحملها فرح كثيرا، ثم انتشر الخبر في المدينة، وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم يقارب 60 و61 سنة. ثم أنجبت سيدتنا ماريا بنت شمعون ابنها فسماه النبي إبراهيم، والنبي عليه الصلاة والسلام سماه إبراهيم محبة بجده سيدنا إبراهيم، ولأن قصته مع سيدتنا ماريا تشبه قصة أبيه إبراهيم مع سيدتنا هاجر. هنا صارت الناس تناديه: يا أبا إبراهيم. وحمل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولده إبراهيم وصار يدور على بيوت الصحابة ويريهم ولده إبراهيم. وبعد 1 سنة و 10 أشهر من ولادته مات سيدنا إبراهيم، ولكن قبل أن يموت ولده إبراهيم أخذه النبي عليه الصلاة والسلام وحضنه ثم وضعه في حجره فمات، أي مات إبراهيم في حجر النبي عليه الصلاة والسلام. فهنا سيدتنا ماريا صارت تبكي بكاء شديدا، وهنا قال عليه الصلاة والسلام: إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. ويقول عليه الصلاة والسلام: ما من الناس مسلم يموت له 3 من الولد لم يبلغوا الحنسة إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. هنا نظر النبي عليه الصلاة والسلام إلى سيدتنا ماريا وقال لها لما توفي إبراهيم عليه السلام، قال لها: إن له مرضعا في الجنة. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما مات ولده إبراهيم لم يغسله هو، لا، إنما الذي غسله هو الفضل ابن العباس. ومن المصادفات العجيبة التي حصلت يوم موت إبراهيم أن كسفت الشمس، فظن قوم من المسلمين أن كسوفها إنما كان لموت سيدنا إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا كسفت الشمس لموت إبراهيم. ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قاله الناس نهض فيهم خطيبا وصحح مفهومهم الخاطئ وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموها فافزعوا للصلاة. توفي النبي عليه الصلاة والسلام بعد موت ولده إبراهيم 8 أشهر. أما سيدتنا ماريا بنت شمعون فقد ماتت بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام 5 أو 6 سنين، أي توفيت في 16 هجرية، ودفنت البقيع بجانب زوجات النبي عليه الصلاة والسلام وبجانب ابنها إبراهيم، وصلى عليها سيدنا عمر ابن الخطاب.
أقول قولي هذا، والحمد لله رب العالمين. وفي الدرس القادم إن شاء الله تعالى سنعرف قصة سيدتنا ميمونة بنت الحارث الهلالية أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم نور قلوبنا وبصائرنا بنور نبيه، واحشرنا في زمرته، وأمتنا على صحبته وسنته، واسقنا من حوضه بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. بيت الوحي بأنوار للأمة كن من